السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة جود كود، والنهاردة هنتكلم عن Design and Analysis of Clinical Trials، بالتحديد Cluster Randomized Trials. الكلاستر Randomized Trials اللي بيستخدموها الناس الأكثر في Public Health، في الصحة العامة، وبيستخدموها بمدى أكبر، بتوزيع أكبر مثلا على المدارس أو على المستشفيات كClusters، كعناقيد، كمجموعات مع بعضيها، مش كتوزيع بيشنت او كتوزيع فرد وفرد، لا خالص. الكلاستر ديت عباره عن انا بوزع مجموعات. يعني ايه بوزع مجموعات؟ يعني مثلا انا عندي وليكن 1000 مثلا سكول، 1000 مدرسه، فانا هعمل كلاسترز، هدي مثلا هعمل توزيع عشوائي المدارس، مثلا قطاع معين من المدارس 500 مدرسه هنا ومثلا 500 مدرسه ثانيه، او مش 500 يعني خلينا 100 و100. فانا بوزع كلاستر، مش بوزع افراد، لا انا بوزعها كجروبس، كمجموعات على بعضيها كده. خد المجموعه دي حطها هنا، خد المجموعه الثانيه حطها هنا، خد المجموعه الثالثه حطها هنا، وهكذا، مش موزع كجروبس. طيب الناس يعني اللي احنا ليه بنعمل الطريقه دي؟ بيقول لك يا عم الناس بتوع الببليك هيلث سترايلز، بيقول لك ان انت لو وزعتهم ك ك ك كافراد يعني ممكن يحصل بعض المغالطات، بعض الكومباوندرز، يعني ممكن تحصل بعض الايه، والتاثير مش هيبان كويس. يعني دي الحجه بتاعتهم في الموضوع دوت، ان انت تفصلهم، يعني لان هم كمجموعه ككل. وانا مدرس مثلا، يعني لو اعطيتك مثال مثلا كدراسه مثلا بتتكلم عن تاثير الطعام اللي بيتوزع في المدارس مثلا على الافراد، او تاثير مثلا هيلث منيو، لو مثلا مدرسه عامله جدول صحي، بس انت عارف ان في مدارس خاصه بتعمل وجبات صحيه، فيشوف مثلا هحط للمجموعه دول من المدارس نوع معين من الهيلث منيوز، ونوع تاني ومدارس تانية هديهم منيوز تانية ما فيهاش هيلثي، واشوف التأثير هنا والتأثير هنا وهكذا. فانت لو وزعتهم كأفراد يعني مش هيبقى ليها معنى كويس، يعني او ممكن يحصل النتائج ما تبقاش مظبوطة. هي ديت الحكاية بتاعتهم يعني في الموضوع دوت. يعني بيقول لك ايه، for some types of public health trials it may be impractical or inefficient to randomize individuals to different interventions. يعني تبقى حاجة مش يعني efficient، مش كويسة يعني ان انت توزع افراد الانترفينشنز. also in some cases individuals receiving different interventions may not have enough separation. يعني العدد ما تكونش كبيره للسيبريشن دوت، ان انت تنفصل كعدد. allowing contamination among them and reducing our ability to correctly estimate the effect of the intervention. تمام، يعني الفصل اللي انت تعمله دوت يعني مش هيبقى مظبوط، وهيقلل قدرتنا ان احنا ايه، ان احنا نشوف التاثير بتاع الانترفينشن بتاعنا. in such cases a cluster randomized trial may be used. Here groups of individuals are randomized to the interventions. الكلاستر randomized trials بيقول لك ان مثلا زي المدارس والمستشفيات، انا بوزع المدارس والمستشفيات في كلاسترز، تمام. او مثلا لو انت مش هتوزع المدارس والمستشفيات، فانت على الاقل هتمسك مثلا نص المدرسه ونص المدرسه الثانيه او ربع المدرسه وهكذا، مش هتوزع فرد وفرد 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 والكلام الفاضي ده. بعد كده an example is assessing the effects of healthy menus. يعني المثال بتاعنا هو ايه؟ هو القوائم الصحية او الوجبات الصحية، تمام، على الاوبيستي في المدارس. ده احد الامثلة اللي ايه، اللي ممكن نسألها فيها الكلاستر. الديسادفانتجز بتاعتها محتاجة زي ما قلت لك كده سامبل سايز كبيرة خالص، تمام. ماشي، بس كده هو الموضوع بتاعنا في الكلاستر.